يونيفورم 2.5 لونج رود اي بي ماس 15 كيلوغرام فيكسد تو ا بول ات اي از سبورتد ات ذا اذر اند اوف هوريزونتال كيبل بي سي attached to the ball. The rod makes an angle 50 degree with the ball as shown below. A sign board of mass M2 hangs from the rod at B. The magnitude of the tension هنا بقى in the cable is 1200 يعني ده كده 1200 نيوتن وهنا في M 2G مش معروفة الـ M2 هنا في 15 × 10 أو 15 × 9.8 وده برضو نخليه 9.8. طيب بيقول لي أنا عايز الـ M2 يعني لازم ناخد معدل التورك تساوي صفر هنا عند نقطة A، يبقى لازم أعرف المسافة دي اللي هي 2.5 كوساين 50 اللي هي المسافة دي كلها المسافة دي. طب والمسافة دي من هنا لهنا هتبقى 2.5 ساين لأنها المقابل 50، ولو هاخد نصها يبقى نص دي. طب احنا عندنا سيجما تورك عند نقطة A يساوي صفر، ده يخليني أعرف أجيب الكتلة دي لأن دول هيتلغوا اللي هنا لو في AX و AY في طبعا هيتلغوا. طيب تعالوا نطبق ده بالسالب مسافته 1.25 ساين 50 اللي هو نص الكلام ده 2.5، أنا عايز بس الحتة دي اللي هي 1.25 ساين 50 كلها 2.5 ده 1.25. طيب وماينس كمان M2 في 9.8 المسافة كلها 2.5 برضو ساين 50 بعدين بلس 1200 في المسافة الرأسية اللي هي 2.5 كوساين 50 يساوي صفر. إذن الـ M2 ما عندناش غيرها مجهولة بتساوي كذا كيلو جرام. نحسب 15 × 9.8 في 1.25 ساين 50 زائد ده كان بالماينس وبعدين زائد ده بالماينس وده بالبلس 1200 في 2.5 كوساين 50 كده جبنا الجزء ده. وديت دي من هناك هقسم على 9.8 و 2.5 ساين 50 يطلع الـ M2 95.2 كيلو جرام. يبقى الموضوع صح، ناخد التورك عند نقطة A لأن هو الجسم متزن من شكله سالب سالب موجب يديني صفر، خلاص جبنا الماس M2. Find the magnitude of the force on the rod due to the ball. يبقى عايزين هنا الرد ده عليه AX و AY، طبعا دول نجيبهم من سيجما ال FX و سيجما ال FY مباشر زي شابتر 3. هقول سيجما ال FX تساوي صفر، سيجما ال FY تساوي صفر، وبعدين نجيب الماجنتيود. من سيجما ال FX يطلع لنا AX موجب ماينس 1200 سالب، إذن ال AX مشكورة ب 1200 نيوتن. طب بالنسبة للـ AY، AY لفوق 15 × 9.8 و 95 × 9.8 يساوي صفر.
إذن الـ AY هتساوي 15 في 9.8 و95 في 9.8. طلع الجواب 1080 نيوتن. إذن الإف عند الإيه بتساوي الجذر التربيعي 1200 تربيع 1080 تربيع، يعني بيساوي 1615 نيوتن. انا عملت ايه؟ خدت التورك هنا الاتنين دول بالسيداوي الموجب، جبت الماس سيجما الاف اكس ده يدخل معايا وده يبقى 1200 الاي اكس، ومن سيجما الاف واي ده بيساوي الاتنين دول، وتحت الجذر التربيعي جبنا الاف ايه.